بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم. بنشوف الآن تقريبا مباريات تحدي كرة النار. بسم الله نبدأ. نشوف الآن هذه مباريات اللي لعبتها أمس تحدي كرة النار. شوف الآن تحدي سحب كرة النار يبدأ. نشوف نختار عملاق ملكي طبعا. هنا نبدأ بالأمير الظلام مثلا. أيوة، حتى وأنا بدل التعليق على المباراة الماضية يعني أتكلم بالمنطق، يعني أمير الظلام منه الآن استعجلت، مفروض كرة النار على نافخ الأسهم، لكن عالجنا نافخ الأسهم بقطعتين هيكل، يعني بطاقة غول بالأخير، هي يعني تموت بسرعة. إلى الآن وضع يعني فيه مشكلة، فيه شوي هنا يعني يستخدم القوس، يعني بطاقة قوية يعني كهجوم، يستخدم كدفاع غباء منه، يمكن غباء منه، يعتمد على الهجوم بالهياكل فقط، بمطاد الهيكل والحفار. عاجب الشكل هذا، عاجب الأسلوب هذا، ما علينا منه. الآن نحاول نضبط هجمة ونحط الفارس قدام هذا، بس كذا تحريك كسير أساس هو يتحرك. أول ما يلعب القوس إن شاء الله، أول ما يخلص بلعب العملاق الملكي. لا الآن ناوي يهجم القوس، الآن تغير الوضع، الحين لازم كلام ثاني. الآن يبدو لي صدمت أنا بموضوع الساحرة، أني تركتها لآخر شيء، آخر بطاقة لعبتها الساحرة. يعني إذا كان خصمك زي هذا النوع ما في ساحر، الأفضل تترك الساحرة بالأخير أساس تصدمه ويتورط. فهذا الموضوع نشوف الآن. كان محترم إيطالي ظريف. نشوف الآن هذه كانت تحدي مشكلات الجوية ضد جولدن بوي. صراحة تحدي مرة ما هو زين، ما هو زين أبدا، مرة مزعج ومرة غثيث. ما أدري، اللي يأخذ الأسهم يفوز تقريبا، يأخذ الأسهم يأخذ التنين النار تقريبا يفوز. نشوف الآن، أخذت الآن القوس، قبل شوي كان ضد القوس، الآن القوس. هذه مرة صعبة، بدايتها مرة صعبة، منطاد الهياكل، إذا ماتوا المينيون فالله يعين. هنا الهياكل والله شالوا شيل كثير. هنا مشكلة، والله مشكلة، وعنده منين. أنا عطيته شيء، عطيته يمكن الصياد، أكيد أنا عطيته. نشوف الآن نبدأ موجة هجوم جديدة أفضل من قبل، نحاول نتكتك الموضوع بشكل أفضل. المشكلة مش أشقياء، والله قويين الأشقياء صراحة، لو كنت أنا كنت عطيتهم الأشقياء فأنا استاهل اللي يجيني صراحة، مرة قويين، مرة مزعجين. إذا ما قابلوا ساحر ولا قابلوا سياف بيكونون مزعجين مرة، هم علاجهم الفالكري والساحر والسياف، غير كذا بتعاني إزعاج ما بعده إزعاج. الآن نرمي باقي 40 ثانية، خلاص لا مجال للخطأ، الهجومي مرة متعقد، يفرمل بسرعة. هنا حلو الآن لازم نحط الآن القوس، وهنا في أمل إذا خلصنا على هذولا إن شاء الله. يا سلام، الآن الأمور مشت تمام، الله عليك. الفارس إذا وصل الجلد يكون مرة قوي، فلا تستهينون بالفارس. نشوف الآن، بسم الله، هذه ما يحتاج، والله لازم نشوفها. كانت مباراة صعبة. مباراة ما هي سهلة، اللي يقول إنها سهلة فهو غلطان، وستين غلطان. الآن ننتظر نشوف، هو لازم يلعب لأن معه العملاق الملكي، لازم أرمي رامي السهام، لأنه أنا
انا معطيه بطاقة الزلزال، فعارف انه الوضع صعب. العب الساحر بعدين يحط عليه الزلزال، ما ابغى الشيء هذا يصير. هنا لازم العب البطاقة اللي انا معتمد عليها هجوميا، اللي انا اخترتها اتوقع على ما اذكر انا اخترتها. ايوه، هنا الان لازم نسوي حركات استظراف لانه الخصم الى الان تعامله طيب، ما هو شين. هنا لازم احط الفارس، وبعدين ايوه لعب الفالكرين، لعب شو اسمه المقبرة. جيد، مع ان كان ممكن العب الصاعق، مع اني ما انا متأكد انه بينفع بيقدر يخلص على المنيون. هنا على اساس ننقذ الساحر لازم نرمي هنا ما ادري ايش فيني قاعد. شفتهم هجموا، قلت يلا ندافع بالغولم ونبدا هجوم، توقعت انه يمديني الوقت. فعلا امداني الوقت الحمد لله، لكن خلاص هجمت عملاق ملكي والساحر مركز على اللي قدام، فالامور صعبة. اتمنى تكون استمتعت ان شاء الله. خصم محترم من هولندا، دوتش يعني هولندا. نشوف هذا من هنغاريا، نشوف هذا تشكيلته هوك سايكل، يبدو لي لفلاته ما ادري كم كوسه. نشوف الان هذه اختار عملاق ملكي، اعطيته المجندين ملكيين، انه ما ادري كلهم ملكي، لكن هذاك هجوم وذلاك يغثون بس دفاعيا، لكن عندي هياكل ان شاء الله اتعامل معهم. معاه السياف، حلو خلصنا على السياف، فحلو. الان هنا مشكلة، الدفاعات الجوية انتهت، ما عندي دفاعات جوية صراحة، فعليا ما في الا التنين الصغير. هو عنده هذا، وعنده المنين، وعنده السياف، فظلم والله ياخذ المنطاد، والله ظلم. بس ايش تسوي، هذه اسم اللعبة كذا، اسمها لعبة الظلامين، كلاش رويال، والله ظلم. الآن نشوف، هو عارف ما عندي الآلة الطائرة، صح؟ ممكن الآن آلة الطائرة تخلصنا المنطاد، ونتكل على الله ونهجم، ندعس دعسة هجومية، باولر مع التنين الصغير ممكن يخلصون. هنا ندعس، توقعت اني بفاجوه، هو توه ما شحن الاكسير، يبدو لي ضامن هو البرج اليمين، من هجمته هذه يبدو لي ضامن البرج اليمين بالصاروخ، فالله يعين. انا اظن اعطيت الصاروخ فعارف الوضع، لكنه سكران يمكن، ما ادري ايش فيه، انهبل ورمى الصاروخ على الباولر. يبدو لي كان فاقد الامل اصلا، انه الصاروخ ما راح ياخذ البرج اليمين ابدا، 770 ما راح ياخذ صاروخ. ف باقي مباراه ونختم مبارياتي بتحدي سحب الكره الناريه. هذا شوف كيف محترف ثلاثة، انا ما قدرت اوصل هذا الموسم، هذا 5134، فهذا خصم قوي من ناحية كوس، خصم قوي. والبطاقات اللي معاي صراحة، هنا لا لازم غولم، وهنا بختار هذه نهايتها مأساوية صراحة، هذه مباراة أذكر نهايتها مأساوية، فشوفوا واحكموا، هذه مباراة نهاية مرة ما هي زينة. بسم الله، نرمي الغولم الثلج ونرمي السياف، أيوة جمع حط المجمع الكسير. فكرت مرتين أني أهجم بالبرق على مجمع الكسير، لكن نركز هجوم الآن بالغولم، وهنا العربة، أمور تمام الآن، أمور أحسن ما يكون صراحة، أروع ما يكون الآن، لكن الآن فأنا تورط. حلو، لا 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 لا، راكبة الكبش تعامل ممتاز ضد التنين،
هنا بدأ يجمع. فالوضع ما هو طيب هناك. يجمع الكسير، هل أضرب الورق أو لا؟ ما أدري والله. حطيت السياف على الفارسات، الوسخ لعب التنين الجهة الثانية. الآن ورطة، تقريبا ورطة، مع أنه ما كانت ورطة مرة الحمد لله. 1999 هنا أنا لعبت الغنم، وهناك على السياف. بس مشكلة في عندنا حفار وفي عندنا راميات أسهم يضربون من الجهة الثانية. 333 والله يستر. باقي شوي. معقولة البرق ما نفع؟ حرام. على الأقل خصم محترم. يلا والله قهر. كنت 303، معقولة البرق ما ينفع؟ ليفل 9 307 والله حرام. كانت باقي شوي والله. الأرجنتين كان محترم جدا. أتمنى أكون استمتعتوا. إذا عجبكم الفيديو لا تنسون الجهب والاشتراك. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله. نراكم في فيديوهات أخرى. إلى اللقاء.